ولسه معاكم، ويسعدني ان يكون معايا في اللقاء اللي جاي مخرج متألق الحقيقه، قدم اعمال حققت نجاح كبير جدا في السينما، هو المخرج الشاب امير رمسيس. طبعا بقول لك منور الدنيا كلها. اهلا بيك، ميرسي جدا. والنهارده حريص انك تحضر الفاشون شو، فعايز اعرف السبب بعد اذنك، لان دي اول مره الحقيقه تحضر مناسبه زي كده، او انا اشوفك في مناسبه زي كده. يعني يمكن ما بحضرش كتير بس متابع. اعتقد ان يعني ما ينفعش تقول ان مخرج يبقى مبتعد عن عالم الفاشن، عن عالم اللي بيحصل. ده جزء من الثقافة البصرية اللي الواحد لازم يبقى مطلع عليها عموما عشان السينما. فرصة انك تكتشف وجوه جديدة بقى من الحسنوات اللي بيحضروا الفاشن. يعني الاكتشاف ده يمكن مكانه مكان مختلف، بس فعلا يعني انا مهتم بالفاشن في حد ذاته. يمكن الاجيال القديمة من كبار مخرجين العالم كلهم كانوا مرتبطين بحركة الموضة بشكل كبير، كلنا عارفين فليني، المودوفار. انت بتعمل افلام بتتكلم عن المجتمع، فتطور شكل اللبس او الموضه في المجتمع ده جزء من ثقافتك اللي بتطلع في الافلام. زي ما قلت، اعمالك ما شاء الله في السينما اعمال متميزه، بالرغم من انك لسه في البدايات وقدمت تقريبا 3 افلام، مش كده؟ اكتر، انا 5 لحد دلوقتي. طب نقول كده، انا فاكر منهم يهود مصر، ده كان اول حاجه. اخر الدنيا اول فيلم مع نيللي كريم، كشف حساب مع نور خالد ابو النجا، ورقة شفرة، الفيلم اللي قدم شيكو فهمي وهشام، بتوقيت القاهره، خانة اليك، وعن يهود مصر كفيلم تسجيل. هم 6 مش 5 اكتر. طيب قول لي، يعني بتشوف الظروف الحاليه في السينما ازاي؟ هل بتجد صعوبة انك تلاقي الورق الكويس، شركة الانتاج اللي تتحمس للفكرة، ولا يعني بتشوف انك محظوظ شوية عن ابناء جيلك؟ يعني يمكن بالنسبة للسيناريو عمره ما كان عائق بالنسبة لي، لان اغلب افلامي انا متداخل في كتابتها بشكل ما. يعني بتوقيت القاهرة كان تأليفي، فيلم قادم تأليفي برضو، وشاركت في كتابة اكتر من فيلم اللي انا عملتهم. بس يعني ما نقدرش ننكر ان حاليا الوضع انتاجيا مهتز. يمكن انا محظوظ شويه عن ابناء جيلي، نقدر نقول في نقطه ان انا وقت ما ببقى عايز اعمل فيلم بعرف الاقي الانتاج اللي عايز يعمله. بس يعني ما نقدرش ننكر ان في ازمه في الانتاج حاليا، عدد الافلام المنتجه بيقل، في اهتمام بافلام الميزانيات الضخمه على حساب الافلام اللي ممكن تبقى ليها انتشار وسادة دولي اكبر. جميل، خلينا نتكلم عن بتوقيت القاهره، لانه الحقيقه كان تجربه مختلفه. آخر أفلام النجم الكبير نور الشريف كان بيضم كوكبة من النجوم، ميرفت أمين ومنى زكي. ميرفت أمين، سمير صبري، آيتن عامر، كريم قاسم، شريف رمزي، دورا. تمام. كون أنك تشتغل مع نجم كبير زي نور الشريف، أكيد ده معناه أنك مخرج متميز، وهو وضع ثقته فيك لما عرضت عليه السيناريو. فبتشوف التجربة دي إزاي، وخاصة أنه آخر أعمال النجم الكبير الراحل نور الشريف؟ الحقيقة نور الشريف احنا كان بينا علاقة من وقت ما كنت مساعد مخرج مع راحل يوسف شاهين، لأن احنا اشتغلنا مع بعض على فيلم وحضرنا فيلم لم يشأ القدر أن يكتمل التعاون فيه، فنعرف بعض من زمان وقربنا من بعض فكريا جدا، يمكن من 2001-2002. أعتقد أن هو نور الله يرحمه كان عنده قدرة أن هو يعني يشوف الموهبة اللي قدامه، يعرف المخرجين اللي قدامه بمنطق هم قادرين هم يعملوا سينما حلوة ولا لا. كان شايف أفلامي التانية. ما ننساش أن نور الشريف كمنتج أولا وكنجم قدم مخرجين كتير لأول مرة، كان من أهم مخرجين السينما المصرية، بداية من الأستاذ القدير أستاذي دكتور سمير سيف، محمد خان في أول أفلامه، عاطف الطيب وغيرهم كتير جدا. سمير سيف بالظبط. فهو كان عنده قدرة أنه يعرف المخرج اللي قدامه، والحقيقة كمان كان يعني بيتميز أنه بيثق في المخرج اللي قدامه حتى مع فرق السن، مع فرق التجربة، ثقة عمياء، وده ساعدني أن الفيلم يخرج زي ما أنا شايفه. يمكن كانت ظروف النجم الكبير الراحل نور الشريف الصحية صعبة أثناء تصوير الفيلم، كان ابتدى أنه هو ظروفه الصحية تبقى سيئة شوية، فهل ده كان مأثر على حضوره وأداؤه في اللوكيشن وأمام الكاميرا؟ إطلاقا. هو طبعا المرض كان بدأ مع أستاذ نور قبليها بسنتين يمكن أو 3 سنين، كان بادئ قبليها بفترة، يمكن خبر أعلن بس للجمهور متأخر، بس
لا وقت التصوير على قد ما احنا كنا حريصين ان احنا ما نتعبوش، على قد ما هو كان حريص ان هو يبقى طول الوقت موجود في ميعاده، طول الوقت اول لما نقول فاكش يقول هل عايز تاخد حاجه تانية، اوقات لما ببقى بعيد شوت صعب او الاقي الشوت ممكن يعدي او اللقطه ممكن تعدي عشان ما تعبوش وعيدها، يبص في عينيا يقول لي لا انت عايز تعيدها هنعيدها تاني، ما يعني ما تريحنيش عليه. طبعا دايما المبدع الحقيقي كده، يعني يبقى عنده طاقه حتى لو في اصعب الظروف وحتى لو تعبان وبيموت، تلاقي سبحان الله يعني عنده طاقه كده ربنا بيديله. واعتقد ان يعني ان هو الله يرحمه كمان كان مصدق ان هو هينتصر، يعني دايما كان بيدينا دفعه كده محسسنا انه زي ما بقول دايما، اوقات بقول له انا بحس ان انت عندك دور بارد، يعني طول الوقت بيتكلم عن مشاريعه اللي بعدها. اخر لقاء بينا حتى يمكن قبل وفاته بشهر كان بيكلمني عن معالجه المسلسل الجديد اللي شغال عليه وعن السفريات اللي هيعملها للمعاينات في اكتر من دوله. لا هو لم يتوقف عن حب السينما والتمثيل لحظه، وطول الوقت ده اللي كان بيديله الطاقه ان هو يكمل.